والمنطقة اللي فيها تغيير أكتر منطقة الوزارات المجموعة الاقتصادية والخدمية، بتتكلم عن التموين، عن الصحة، يعني التعليم العالي، بتتكلم عن الاقتصادية، عن وزارة، ممكن وزارة الاستثمار بتاع الدولي، بتتكلم عن الصناعة والتجارة، بتتكلم عن قطاع الأعمال، يعني المساحة دي. في برضو ترجيح إلى أنه في بعض الوزارات السيادية، يعني زي وزارة الخارجية مثلا، ممكن نلاقي تغيير. أنا عايز بس أحط ملاحظة، ليه بقى؟ بعض الوزراء اللي موجودين الآن، لما الصحافة كانت بتناقش طيب هو الوزراء ممكن مين يقعد ومين يمشي، فالوزراء زعلوا، وفي بعض الوزراء حذفوا الايميلات بتاعت الصحفيين، اللي انتوا عارفين الصحفيين مسجلين الايميل عند الوزارة، فالوزارة بتبعت له الخبر، بتبعت له البيان. ففي بعض الوزراء اللي موجودين حذفوا الايميل بتاع الصحفيين من عندهم. ليه؟ لانه الموقع مثلا قال ان الوزير ماشي، او على الارجح ان الوزير ماشي. هتقول لي طب وانتوا يعني الاعلام يعني الفقاقة يعني واخداكم وتقول ده ماشي وده مش ماشي. انا بقول لحضراتكم المعلومات اللي بتبقى متوفرة، يعني ما حد، لا احد يملك حتى اللحظة الاخيرة ان يقول ده ماشي وده قاعد، تمام؟ لكن هي بنقول ايه، على الارجح، لانه بتبقى في مصادر قريبة من صنع القرار بتقول والله يا جماعة الاتجاه لتغيير لكذا وزير، الوزارات المعينة دي الارجح ان هي تتغير، في وجوه جديدة هتيجي هنا، وده نوع من النقاش العام، مش نوع من الطعن في الوزراء. يعني انا الحقيقة وزير القوى العاملة يعني، وهو وزير انا اقدره وبحبه جدا، وبيننا طول الوقت ود لما بنتقابل في اي مكان وبنسلم على بعض بود، فانا فوجئت انه يعني المحررة عندنا في الدستور قالت انه الوزير ممكن يمشي، فشلوها من على الايميل في الوزارة، مش هنبعت لك شغل. العلاقة بين الاعلام والسلطة او الحكومة مش علاقة موظفين، يعني الاعلام مش موظف عند الدولة، ولا الصحفيين موظفين عند الحكومة، ولا يجب انه التعاون يحصل كده، لانه الشخصية العامة ده او المسؤول العام لازم يبقى صدره اوسع من كده ويتقبل النقد، لانه انا لما بنقدك مش بنقد شخصك، انا بنقد الشخص الاعتباري الوزير. لكن لما يجي يتكلم عن، اتكلمنا هنا عن كتير عن الدكتور طارق شوقي مثلا، انا هنا ما بتكلمش عن شخص الدكتور طارق شوقي، بتكلم عن الوزير طارق شوقي مثلا او اي وزير اخر. ففي حاجات محتاجة تتظبط. على اي حال احنا يوم الخميس ان شاء الله، مش للاسف مش هنكون معاكم على الهوا، لكن من الارجح اهو، عشان انا بستخدم التعبير الدقيق، من الارجح انه يتم نظر التغيير الوزاري يوم الخميس. هنشوف ده هيحصل ولا مش هيحصل.